صلى الله عليه وسلم إلى الأبعاد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. ما زلنا مع أستاذ إمام عبد الرحمن، اللهم زلنا مع عبد الرحمن رضي الله عنه. قال حدثنا عبد الله بن بكر السلمي، قال حدثنا هشام بن حسان، قال عن القاسم بن عمران عن موسى بن عبيد عن محمود بن عمران عن عبد الرحمن بن شيبة رضي الله عنه ورضي الله جميعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ربي أعطاني 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بوجه حسان. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، فهل ما استزدته؟ قال: قد استزدت فأعطاني مع كل رجل 70,000. قال عمر: فهل استزدته؟ قال: قد استزدته فأعطاني هكذا. وفرج عبد الله بن بكر بين يديه وقال عبد الله وبسط بيعيه وحثل عبد الله وقال: هشام، وهذا من الله لا يدرى ما عدده. هل سنة ضعيف قصد من الرؤى لا يعرف؟ موسى بن عبيد ذكر البخاري في تاريخه هذا الفضل أبي حاتم وطرح سمينا نطلع أنه محارب كان مفاء مجهول هذا الرجل بالظاهر قلت أنه أبو الله بن عبيد السامي قال إن ربي أعطاني 70,000. ولو شاهدنا حديث ابن عباس عند البخاري ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البخاري عن عمر بن الحصين أيضا حديث عظيم جدا قال أعطاني 70,000 أثمان الجنة ولا حساب ولا عذاب الحديث الذي في الصحيحين قال سبحانه أفلا ترون الجنة ولا حساب ولا سبب عذاب فباتوا يدكون من هؤلاء الذين قدم إسلامهم الذين لم يعبدوا صنما ماتوا يدكون فقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم وقال لهم هم الذين لا يستقون ولا يبتغون ولا يتصدعون وعلى ربهم يتوكلون فعندهم اجل العبادات القلبيه لان اجماع كل شيء هو توقع الله وصدق به ومحبه الله جل جلاله وهذه الامه امه مرحومه فيها 70,000 لا يتوجهون من الحساب ولا يتصرفون بعد فكانوا لا يكتوون ولا يتطيرون وكانوا على ربهم يتوكلون لذلك دخلوا الجنه قال النبي صلى الله عليه وسلم واعطاني مع كل واحد 70,000 فسبعون ألف يدخلون كليلة كالقمر ليلة البدر قال وأعطاني مع كل واحد 70,000 فقالوا هل استزدته قال استزدته فأعطاني هكذا وهذه أيضا نعمة لهذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس فنحن الآخرون الأولون وعند دخول الجنة هنا بغير حساب ولا سابقة عذاب 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب اللهم اجعلنا منهم يا رب وجاء حديث ضعيف لكنه شاهد في البخاري ومسلم. قال رحمه الله قال حدثنا يزيد قال اخبرنا صدقه بن يوسف عن ابي ابرار الجوري قال عن قيس بن زيد عن قاد المصري بن مصري عن عبد الرحمن بن بكر بن ابي بكر رضي الله عنه ورحمه الله جميعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل لا يدخل بصاحب الدين يوم القيامه فيقيم بين يديه فيقول يا عبد فيما اذهبت مال الناس فيقول يا رب قد علمت اني لم افسده انما ذهب في غرض او حرب او سرقه او ضيعه فيدعو الله عز وجل بشيء فيضعه في ميزانه فترجع الحسنات. هنا الحديث سناد ضعيف ايضا سنه موسى الرقيقي اعفر من معين بعض داوود ومسائي والدلال يقرا تمثيل سعد داوود ذاك الطلق وذكر العقاد في الضعفاء قال ابو حاتم لين الحديث يقطع حديث لا يحتج به ليس بالقول قال عبد الرحمن متروك قال ابن حبان كان شيخا صالحا الا ان الحديث لم يكن من صناعته فكان اذا روى قلب الاخبار حتى خرج عن حد احتجاجه وقاسم زيد قال روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا الست خبيرا وروى عن ابو عمر الرجولي قال عن قاسم زيد وقال ابن حبان الصقاد قاد المصريين على بعض المصريين وشريح بن الحارس بن قيس الكوفي نحي بفضل ثقة له روى له بذلك الا لم وفيها ان من استدان لا ليهلك المال بل ليؤدي ان الله يؤدي عنه قال ترجع حسناته قال فيما اذهبت مال الناس فيقول اي رب قد علمت اني لم افسده
وكان الصحابة الكرام يأخذون أبا حيث النبي صلى الله عليه وسلم أن من استدان لا يبيت إلا وله من الله معين. فكانت أم سلمة أو زينب تقول استديني لي حتى يكون لي معين من الله لألا فعلا. وكانوا يأخذون المال، الزوائر كان يأخذ المال منهم يريدون وديعة وهو يريدها قرض من أجل الحفاظ على ماله، لذلك سد الله عنه سبحانه وتعالى فعلا. قال الزبير، قال العروة العبد بن الزبير، يعني لو استعصى عليك أمر فاستعن بمولاي. وعرف ذلك بعد ما مات أبوه. خلاص الأمر في هذا الباب، من استدان ليؤدي أدى الله عنه، وإن مات طيب الله القلب لتؤدي عنه ورد الله عنه الدائنين. ومن استدان ليهلك المال أهلك الله جل في علاه. نعوذ بالله من النظر إلى ما في أيدي الناس، ونعوذ بالله من الاستكثار، نعوذ بالله من ذلك. ماشي هات بقى شنو بقى. وقال حدثني سفيان بن عيينه عن عمرو، يعني بن دينار، ابن دينار، اخبره عمرو بن الاوس الثقفي، قال اخبرني عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنه عن الخادم قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قلت بعائشه بين التنعيم فاعبرها. نعم، هذا حديث اسناده صحيح شرط الشيخين، اخرجه الشافعي وحميد بن شيبه والدارمي والبخاري ومسلم والنمالي والترمذي وابن ابي عاصم وأيضا الطحاوي والبياقي، كلهم من طريق سفيان بن عيينة بهذا الإسناد. وفيه أن النبي أمر عبد الرحمن أن يردف أخته إلى التنعيم فأعمره، وهذه فيها جواز إرداف المحارم، جواز إرداف المرأة خلف الرجل ليحملها، وعائشة أخت عبد الرحمن، وفيها أيضا جواز الإحرام من التنعيم لمن أراد العمرة حتى يجمع بين الحل والحرم. إيه اللي خاص بأماكن التنعيم؟ هذا عجيب جدا. ليس كذلك، لأنه لو كان قريبا من مكة وأراد العمرة فإنه يعني يحرم من عنده، وما كان في مكة له أن يحرم من التنعيم أو يحرم من الجعران، ولا أن يحرم من الجعران. العمرة أنها زيارة، وفيها بدعية من يكرر العمرة، لأن عبد الرحمن بن أبي بكر أردفها وكان معها وأحرمت وهي معه، وطافت وطافوا معها، وطافت بالصفا والمروة ومعها، وقصرت ما كان عليه إلا أن ينوي ويقصر فقط. فالصحيح في ذلك أن نقول بأنه السنة أنه لا يأتي بأكثر من عمرة في سفرة واحدة، وهذا دأب الصحابة والسلف الصالح، كانوا لا يأتون بأكثر من عمرة في سفرة واحدة. فمن قال بالجواز على حديث عائشة نقول له المسألة خلافية، نعم، لكن هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف. فيها فضيلة عبد الرحمن بن أبي بكر أنه أردف أخته، وأنه سمع وطاع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أعمرها من التنعيم، وفيها همة الصحابة، وأن عائشة لم ترتضي أن تأتي بحج العمرة مقترنة دون عمرة منفردة. فيها صحة العمرة بعد المناسك، فيها صحة العمرة بعد المناسك، وهذا خاص بمن كان حاله حال عائشة، يعني المرأة حاضت ولم تتمتع لها أن تفرد العمرة بعد الحج. نعم، الفوائد المستنبطة. رفق النبي بأزواجه، جواز إرداف المحارم من الأجانب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على أسماء بنت أبي بكر أن يردفها لكنها تذكرت غيرة الزبير فلم تفعل. نسأل الله أن ينفع بذلك لهم الإسلام. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم. سبحان الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم. السلام عليكم. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم،
ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.